كما سمعتم يزورنا ضيوف من طلبة علم ومشايخ فضلاء، ويلقون علينا الكلمات والمحاضرات النافعة. أحب أن أنبههم إلى أمر: جميع الزوار سواء زارونا أو زاروا مراكز أخرى يركزون كلماتهم على طلبة العلم. نحن جينا لزيارة طلبة العلم، ويا طلبة العلم، ويا طلبة العلم، كله لطلبة العلم، مع أن المسجد مليء بالعوام. نعم، يعني غير طلبة العلم يجلس يسمع ماذا يقال لطلبة العلم، ويعني يكون حظ بقية المصلين قليلا جدا، ما هو إلا إذا جاء الكلام عاما وكذا. فالتركيز على طلبة العلم، ونحن جئنا لزيارة طلبة العلم، جئنا لزيارة كذا وكذا، لا، لزيارة إخواننا في الله من طلبة العلم وغيرهم، إخواننا الفضلاء أهل هذه المنطقة جزاهم الله خيرا وكذا وكذا، يعمم الكلام على الناس جميعا، لا يقصره على الضيوف، على طلبة العلم فقط، أينما كان، في أي مركز، في أي دار من دور الحديث، يعمم الكلام، لا يخصصه على طلبة العلم، لأنه الناس لهم حق أن يكون لهم نصيب في الكلمات، نصيب في المواعظ التي تلقى، وطلبة العلم إلى جانبهم له نصيب، فينصح طلبة العلم بطلب العلم، ينصحون العامة بصدق الحديث، كلنا محتاجون لهذا، يعني يعمم الكلام إلى صدق الحديث وصلة الأرحام بر الوالدين وكذا وكذا. بعضهم ما له إلا كلمة واحدة، يعني تعرف إذا كان له عدة كلمات، محاضرة في الصباح، محاضرة في الظهر، محاضرة في العصر، يخرج، يعني يصبح العوام يأخذون نصيبا من الكلمات، لكن أحيانا ما هي إلا كلمة واحدة يعني نظهر به في فرض من الفروض وهو على سفر، فما يكون إلا الكلام مع طلبة العلم في الدار. فلهذا نلفت نظر إخواننا زوار للمراكز، وهكذا إذا زار أخا له في قرية، في مسجد، في حارة، في أي مكان، لا يجعل الكلام خاصا بل يجعله عاما لكل المصلين، فالمصلون في حاجة إلى نصح، في حاجة إلى توجيه، في حاجة إلى كلام، في حاجة إلى أن يشعروا أنهم غير مهملين وأنهم غير مبالاة بهم، لا، يشعرون أن لهم أهمية، وأننا جئنا لزيارتكم وزيارة إخواننا في هذه المنطقة، في هذه القرية، في كذا، من طلبة العلم ومن غيرهم، رواد المسجد، المصلين والحاضرين جزاكم الله خيرا، تقوى معنوياتهم ويشجعون في هذا. بارك الله فيكم.